مساء النور، مرحبا بكم زوار قناتكم المفضلة أخبار البلاد. شيء مرعب أن نسمع عن إمكانية تسونامي يضرب المغرب، والأكثر رعبا أن نسمع ذلك من خبراء علماء في علوم الزلازل وأمواج تسونامي العملاقة. دراسة إسبانية حديثة تتحدث عن أن الأندلس وشمال المغرب أكثر عرضة لأمواج تسونامي مما كان يعتقد، حيث أفادت دراسة إسبانية حديثة بأن الأندلس والمغرب هم أكثر عرضة لأمواج تسونامي مما كان يعتقد علميا سابقا، وأن علو الأمواج قد يصل إلى 6 أمتار ويمكن أن تصل إلى السواحل في ظرف 20 دقيقة وتغرق المناطق المأهولة بالسكان، ما سيخلف أضرارا كبيرة. وخلصت دراسة حديثة بقيادة باحثين عن المجلس الأعلى للبحوث العلمية الإسباني إلى أن الأندلس والمغرب أكثر عرضة لأمواج تسونامي مما كان يعتقد سابقا، وأشارت إلى أن النشاط الزلزالي في بحر البوران يمكن أن يولد موجات تغمر مناطق مكتظة بالسكان على الساحل الجنوبي لإسبانيا وشمال المغرب، مما يجعل أنظمة الإنذار الحالية غير فعالة. وبحسب الدراسة التي نشرت في مجلة Scientific Reports، فإن صدع القفز الأفقي مثل صدع ابن رشد الذي حدث في المنطقة الوسطى من حوض البوران يمكن أن يتسبب في موجات تسونامي بموجات يصل ارتفاعها إلى 6 أمتار، والتي يمكن أن تصل إلى الساحل في 20 دقيقة فقط. وجاءت هذه الدراسة في الوقت الذي كان يعتقد فيه أنه فقط الصدع الطبيعي والعكسي هو الذي يعتبر قادر على توليد موجات تسونامي. ويظهر صدع ابن رشد في أقصى الشمال الغربي قفزة عمودية تصل إلى 5.4 متر، والتي كانت ستولد زلزالا بقوة 7 درجات، والتي تم اكتشافها بعد القيام بتحليل خلال هذه الدراسة لنشاط صدع آخر يعود لأزيد من 12,000 سنة الأخيرة. ووفقا للسجلات التاريخية، قد يكون الزلزال الأخير الناتج عن هذه الظاهرة يعود لعام 365 ميلادية. وبفضل نموذج رياضي لتشوه قاع البحر، قام فريق الباحثين بحساب سلوك الكتل المائية لبحر البوران في حالة حدوث حلقة زلزالية جديدة على الصدع، وقامت الدراسة بتحليل الصدع للكشف عن المناطق الساحلية القريبة التي يمكن أن تتأثر بوصول هذه الموجات، فضلا عن الحجم الذي يمكن أن يصل إليه الفيضان. ووفقا للسيناريوهات المحتملة، ستنتشر موجات التسونامي في فرعين رئيسيين، وستصل وتغرق القطاعات المكتظة بالسكان من الساحل الجنوبي لإسبانيا وشمال المغرب، ويمكن أن يصل ارتفاع هذه الموجات إلى 6 أمتار، وستستغرق ما بين 21 و 35 دقيقة للوصول إلى الساحل حسب ما جاء في الدراسة. وحذر فيران استرادا، وهو خبير من معهد العلوم البحرية، من أن هذه الأحداث ستكون سريعة للغاية، مما سيجعل أنظمة الإنذار المبكر الحالية غير فعالة قطعا. وأشار إلى أن الأمواج العملاقة يمكن أن تشكل تهديدا لسكان السواحل وتضر بالبنية التحتية البحرية والبرية، وتتسبب في أزمة اقتصادية وبيئية. لهذا السبب يرى أن هذه النتائج حيوية لتحسين إجراءات التخطيط التي تهدف إلى التخفيف من تأثير أي تسونامي محتمل. إذن استنتاجات الدراسة مقلقة، فحفظ الله بلدنا المغرب، وحفظ الله المغاربة أينما كانوا.
وشكرا على تتبعكم لقناتكم أخبار البلاد.